بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم جيت نتكلم على موضوع، هذا الموضوع دايما خمم فيها. يعني رمضان قريب وغادي تشوفوا لي برودكسيون الجيريان، يعني المسلسلات تاع رمضان، وباش تعرفوا يعني المسلسلات تاع رمضان كيفاش يدوروا وكيفاش كومون سا سباس يعني في رمضان. دونك جماعه دي بواط ستيكري بار لي زامبو، تروح دير دوسي، يعطوك ان دوسي، تروح دير النو تاع المؤسسة تاعك، وتبدا يسموها مؤسسة السمع البصري، تروح ديبوزي في التلفزة الجزائرية، دير ان دوفي تاعك، تعطي الاسم تاع المخرج، الاسم تاع الممثلين باش يخدموا معاك. اي ومن بعد يقبلولك ولا ما يقبلولوش، كاين لجنة تاع دروس السيناريو. خلي مهم، المهم يعني هذه اطار الاحترافي. ومن بعد تبدا الحكايه، تقول هذا اسكو يمد ولا ما يمدش، ولا سي بون يعطيك هذيك 10% ولا 20% تاعك، ويعارضك كي دي تورناج في جيجل، ولا يدير فيك تورناج في عنابه ولا في وهرنا، ويعارضك تما فوتين سمان لوتيل كلشي خالص. وتما هذا كاع بدراهم الدوله، مكاش اللي بيجي من جيبه، شا عندها يقول عندها 60 مليون باش يديماري لو طون اللي يديروا له في الكونت تاعه دراهم. المهم الجماعة كيفاش يديروا؟ شوفوا مليح المؤسسات اللي خدمت كاع لي فيلم هادو مدة كي كان حبيب شوقي. كان بكري حكيم فيلم، في عند كي كان حبيب شوقي كان حكيم فيلم هادو جماعة تاع حبيب شوقي، عندها ان بواط دار جماعة عليهم، الجماعة يسني لهم ماشي بسمع دبر راسه، هو على باله بلي او مسؤول في الدولة، وعلى باله كومو ساسباس، الاخر يدي في لادوان، الاخر يدي في الجمارك، الاخر يدي في الارمي، الاخر يدي في القطارات، هو يدي في لا تيليفزيون كل وكل. بصح التلفزة الجزائرية او لون تي في راه يدي سيني للشعب، مواضيع تاع الشعب، يعني قضية تاع الشعب لازم ترقى المستوى تاع الشعب سكراب باش المهم الناس تاكل بها اللفعه بها بسمع. المهم ايوا كان حد شوقي، كان تان كرون، كان جماعه من عنابه واحد يدي، كانوا من قسنطينه يدي، كانوا من الجي واحد خمسه تاع لي بواط ولا سته، من وهرن ما كانش، وهرن امبوسيبل بورتو لا دوزيام فيت لاجيري. روحوا شوفوا يعني من التسعينات وهرن ما داتش، كانت تدير لاشين تاع وهرن، بصح لي بروديكتور اكزيست با، كاين واحد اسمه بوحميدي، هذا سان بروديكتور اللي بغا يدير الفيلم مسكين راه غارق دو ما عليناش. كانوا هاد الجماعة يديروا دوسي، يدو يختاروا وهرن ولا عنابة يتورنوا فيها، ما يتورنوش في الجي، جامي يتورنوا في الجي، داروا غير بابور زال في الجزائر، وصار كبير على بالكم بابور زال شاسر فيها، انتوما تفرجتوها جا صباح تفرجتوها، وعلى تفرجتوها يعني على بالي ما تفرجتوهاش، تسخم كان والو كوا شي بغي يقولنا هذا بابور زال، وروا لي مسلسل عقلتوا عليه. المهم من بعد هالجماعة ديروا الفيلم، حبيب شوقي راح جا مدير واحد اخر. دونك نشوفوا هذا المدير شكون لي بواط اللي تعامل معاهم، دونك ولا تافرت كلون صاحبي وصاحبك، يعني دونك نشوفوا بصح لي كوميديا غير هما كوميديا، كاين واحد 40 ولا 30 واحد فيها في الجي يخدموا يدوروا كاع يخدموا في الاخر، باسكو كاموفلو بهم باسكو الجي سي قريب ويهضروا منا ما عليه. كاين بزاف داروا لي بواط دانييرمون، كاين بزاف، كاين واحد جا من باريس سوا ديزو عندو لي ديبلومي ا باري في الاخراج، دار ناس ملاح سي تي ان، ناس ملاح سي حد دو، ما على باليش دار تروا، هو اللي دار بابور زي جو بونس، لا بابور زي دار اللي جابوه من باري اللي كان يخدم مع لي جويف، اللي دار صالي كوزا مع اليهودي قد الملح علواش مرزق علواش. وجامي غير الى تخافاي بو افيك لي زاجينا ايسي، تخافاي جوست افيك لي جويف جو با كونتر، مي كل حاجه عندها قراءات في الدنيا هذه. ايا كان دوك وحده اللي كان حكيم بروديكسيون، رجعت دوك ماغريب بروديكسيون، دوك تشوفوها في التلفزيون قراو ماغريب بروديكسيون، يعني باسكو كان صرا ان بروبليم بيناتهم، شوقي راه جو بونس اون باسات في لا روماني، دوك جا مدير ما نعرفهاش كاع شكون هذا المدير الجديد اللي في التلفزه الجزائريه يعني لو ان تي في،
غادي يولي ان اوتر كلون. شوف في رمضان شي صرا نفس شوف تشوف المشوار ولا تشوف الوصيه ولا تشوف البذره نفس الاستوار نفس القالب. شوف انا شو با كونتر مي شوف لو ماروك يلي تي دي تو سكي تراديسيونال تو سكي شخصيه تاع 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 بلادهم لو كوستيم لا فام. احنا مازلنا في الفيلا البحر لي فوتوي والميراث وبروبليم تاع نسا. هادو هما المسلسلات تاعنا. انا خدمت 17 مسلسل مع الان تي في. خدمت في قسنطينه، خدمت في عنابه، خدمت في جيجيل، خدمت في سكيكدا، خدمت في 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 وهران، خدمت في الجي، خدمت في قالما، خدمت في بشار. مي شاك فوا والله العظيم تقول راك تخدم مع واحد كاع نفس كاع قارين نفس القرايه كاع جامع واحد. ما عنديش ما عطاوناش بزاف منا. ودوك الناس انا نتلاقى في مارسي كي يهضروا لي على الفيلم حسبوني شويه طريب شويه بورجوا. الحمد لله بورجوا في راسي مي نهضر على الدراهم. مي 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 مكاش 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 باغ اكزومبل جو بارل سي لي دروا. روح للواندا يعني لواندا لوفيس ناسيونال دروا دوتور. انت تروح تقول لهم بلي الفيلم تاعي فات مكاش ان سويفي مكاش سي فري. ما عندناش دي زاجون في البلاد مازال ما وصلنا السيستم ستار. مي ناس تقارع رمضان كاش ما ياكل هذاك 500 مليون يفوت بها العام وتقارع العام الجاي. روح راك تشوف في رمضان راك تشوفوا كاميرا كاشي سكتش مسلسل كاميرا كاشي سكتش مسلسل كاميرا كاشي سكتش مسلسل. ومن بعد يجيبوا هذاك حوايج يديروهم هكذا ومن بعد يجيب لك فيلم مش عارف مين. وزيد راهم يديروا الافلام تاع الترك والافلام تاع الشيلي الشيلي جوبون شيلي شيلي. المهم شيلي كاين واحد يروح ينيغوسي هذا مكلف بالعلاقات الخارجيه على مستوى التلفزه الجزائريه. يروح يقول لها الفيلم يروح ينبوات ميته كاع يعني مؤسسه ميته كاع يقول عندكم فيلم. يقول لها سيد هذاك الفيلم تاعهم بالك في بلادهم ما فاتش. ايا دوك شفنا احنا نشوفوا بلي ام بي سي شريته نروح نشروه ونشروه ما نشروش كي ام بي سي باسكو الناس ما تتبعش ما كاش ان كونترول داريال. كون كاين ان كونترول داريال ما يصراش كيما هكا. يجي باه يقول لها شحال تبيع عليه. يقول لها ب 60000 اورو. يقول لها ما شوف نمشي عليك ب 70000 10000 اورو نعطيك 10000 وكتبها لي ب 100000 اورو. ولا نكتب ربي حاسبني ولا نكتب ربي حاسبني. دونك بداو يجيبوا لنا باغ اكزومبل دي كوميديا من سوريا دي كوميديا من بارتو. على ما يديروش كيما ليكيب ناسيونال. والله نعطيهم كونساي يديروا كيما ليكيب ناسيونال الجيريان كيما سعدان. يروح يجيب جاب لي سعدان جوار جا فرنسا دبر دي جوار دار ليكيب ناسيونال. يدبروا دي كوميديا من فرنسا ومخرجين من فرنسا دي زالجيريان عنده بوه هنا زايد ولا جده زايد هنا ولا جده زايد هنا ولا جده زايد هنا ويجي يدير بيهم فيلم ويطلع النيفو تاع التمثيل يا خويا. مادام الممثلين الجزائريين مازال يخلص يعني 100 فرون 100 اورو يعني 10000 دينار جزائري يعني 100 اورو يعني هكا يجيبوا ناس ويطلعوا النيفو ويطلعوا النيفو للبيبليك. شكون البيبليك راه قاعد التلفزيون قاعد باسكو ما عندهاش شوا من باب ان الغيره على الوطن وباب انه باغي يشوف التلفزه الجزائريه. انا يشوف التلفزيون الجزائري من بعد يشوف نابورت كوا لا بس يشوف ماشي غير التلفزيون يشوف نابورت كوا بارتو في الشارع يشوف نابورت كوا في العمير يشوف نابورت كوا في الدائره يشوف نابورت كوا في الاويله يشوف نابورت كوا. التلفزيون هي الشيء الترجمي لكلش كاع العين تاع الدوله كي راهي دايره. مساكين انا غير الممثلين اللي خدمت معاهم اللي الى بار شوي اللي فوت خضايا باسكو عندها عائله موراه. هنا شفت هنا في فرنسا لي كوميديان لي زارتيست كيفاش يقول لك جو بو تفان نقعد بالشر والله ما نخدم مع واحد اللي يقول لي حقي باسكو الفن سي حاجه عظيمه حاجه يعني ان اوفر تاع احساس تاع مورال تاع مخ تاع كلش. ويجي واحد السيد بزنس كبير يقول لك شحال تخدم لي السيد باسكو عنده معرفه يخدم بالعواطف تاع الناس ويبيع العاطفه للشعب عاطفه مزيفه بمن هذا الكوميديا مش مقتنع بهذاك الشيء ويخدم. وان شاء الله نلقى لكم هذا رمضان ومور رمضان ان شاء الله نجيكم مع كومونتير سو تو واش صرا في التلفزيون الجزائري من الار زد. وان شاء الله السلام عليكم وجاسبا نناقشكم في هذا الموضوع لاني عندي معلومات كبيره على هذا يعني المنتجين اللي واحد موش ينتج بدراهمه.